السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. فيديو اليوم عن الباراسايت الطفيليات. بداية، الباراسايت is an animal that is depend on the another animal host for its survival. يعني هي ما بتقدر تعيش لحالها، بتعتمد على another animal لحتى تعيش. يعني ما ممكن لهذا الباراسايت انه يعيش لحاله، هو كائن متطفل ما في الا انه يعيش على حساب حدا تاني، او يعني خلينا نحكي ما بياكل من جيبته لحاله، لازم في حدا تاني يشاركه في الموضوع. type of parasite اما يكون عندنا بروتوزوا او هيلمنثس او ارثروبود. هلا البروتوزوا رح يكون موضوعنا، ورح ناخد جزء من البروتوزوا بهذا الفيديو، ومنكمل على أنواع البروتوزوا الثانية بفيديوهات لاحقة. أما بالنسبة للهلمنثس فهي رح نجيها بفيديوهات لقدام إن شاء الله. والهلمنثس هي إما تكون نيماتود أو سيستود أو تريماتود والأرثروبود. بداية لما نحكي بروتوزوان باراسايت، بروتوزوان مين فيرست أنيمال. Kingdom تبعت البروتوزوا include eukaryotic unicellular organism. مهم هاي المعلومة إنها هي eukaryotic unicellular organism. أغلب البروتوزوا بيصير لها multiplying أو بتتكاثر asexual by binary fission، يعني بالانشطار الثنائي. However, certain group have more specialized mode reproductive which require alteration between sexual and asexual. يعني في بعض منها بتغير ما بين السكشوال والايسكشوال خلال فترة حياتها، يعني ما بتكون دائما asexual ولا بتكون دائما sexual. بينما الأغلب أغلب أنواع البروتوزوا هي asexual by binary fission. Some species are commensal. شو يعني commensal؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، بعيش معكم بس ما بأذيكم. While other parasite شو بتكون؟ parasitic. شو يعني parasitic؟ بدها تكون مؤذية، يعني بتسبب الأذى للشخص. Protozoa can be classified according to their aid of movement. يعني بداية احنا اجينا صنفنا الباراسايت، حكينا انهم هم بيكونوا اما بروتوزوا او هيلمنثس او ارثروبود. بعديها بدنا نيجي هلا نصنف البروتوزوا حسب حركتهم. فمنقول حسب حركة البروتوزوا اما تكون سودوبوديا، فمنسميها اميبا. سودوبوديا يعني اقدام كاذبة، يعني كأنه في عندها اقدام. او فلاجيليتد بتتحرك بالاصوات، او سيلييتد بالاهداب. وفي بعضها حركتهم مو واضحة، بتبين زي كأنها انزلاق جلايد، فهاي بنسميها ابي كومبلكسا. يعني انواع الباراسايت او تصنيفات الباراسايت البروتوزوا عفوا حسب الحركة، اما تكون سودوبود او فلاجيليتد او سيلييتد او الحركة غير واضحة، فصنفناها اما اميبا او فلاجيليتد او سيلييتد او ابي كومبلكسا. هلا بنبلش بالنوع الاول من البروتوزوا اللي هي بتتحرك بالسودوبود بالاقدام الكاذبه اللي هي الاميبا. الاميبا في منها سبيشيز، هاي السبيشيز تبعت الاميبا اما تكون باثوجينيك او نون باثوجينيك. فاذا حكينا انتاميبا هيستولاتيكا هاي بتكون باثوجينيك، واذا حكينا عن الكومنسالز اللي هي ما بتضر نون باثوجينيك، بتكون عندنا الأمثلة مثل الإي كولاي اللي هي الإنتاميبا كولاي، الإندوليمكس نانا، والأيودوميبا بتشولاي. The mobility والreproductive لكل هدول الأميبا، الموبيليتي والreproductive والفيدنج ستيج، هدول الستيج اللي بيصير فيهم حركة وreproduction وفيدنج، بنسمي الستيج تروفوزويت، يعني زي كأنه ستيج الحياة، بيتغذى بيتكاثر بيتحرك. أما وبيكون موجود غالبا الأميبا هاي بتكون بتعيش غالبا في اللور جاسترو انتستينال تراكت. أما الستيج اللي هو نون فيدينج نون موتايل بس هو انفكتيف ستيج بنسميه سيست. إذا طور الحياة اللي هو بتغذى وبتكاثر وبتحرك بنسميه التروف. الطور اللي هو لا بيتغذى ولا بيتحرك ولكنه هو الطور المعدي اللي بينتقل من شخص إلى آخر بنسميه السيست.
هي transmission generally occurred by ingestion fecal oral، يعني بيكون في عنا بعض الفود أو الووتر الأكل أو الماء ممكن يكون ملوث بالستول بالفيسز، تمام؟ هاي الفيسز بتكون حاملة السيس تبع الأميبا، فإذا تناولها البيرسون الشخص شو بتسبب له؟ بتسبب له الديسيز المرض. طيب الأنواع حكينا عنا الانتاميبا هيستوليتيكا، لأن الانتاميبا هيستوليتيكا بتتميز إنه حكينا كلهم فيهم طورين تو ستيج تروف وسيست. هلا الانتاميبا هيستوليتيكا التروف بتتميز إنه بتكون عاملة انجستشن للآر بي سي، فهي مش بس إنها يعني معدية ضارة، هي كمان بتاكل من الآر بي سي، بتاكل من الدم تبعنا، وأيضا فيها سنترال كاريوسوم، يعني الكاريوسوم اللي موجود داخل النواة بيكون موجود سنترالي. بينما السيست بتتميز انه فيها كروماتيدا البار بالإماتشور سيست وسنترال كروموسوم، عفوا سنترال كاريوسوم، واربع نيوكلياس في الماتشور سيست. فهلا رح نشوف على الصور بتوضح لنا اكثر. هلا هاي بالنسبه للستيج التروف بالانتاميبا هيستوليتيكا، وهاي الستيج السيست بالانتاميبا هيستوليتيكا. هلا لو طلعنا في عنا نيوكلياس، هاي النيوكلياس فيها كاريوسوم بيجي سنترال، وفي عنا ار بي سيز عاملة انجستشن للار بي سي. هلا هون كروماتيدا البار بالإماتشور مثل ما احنا ملاحظين، وايضا كاريوسوم سنترال، وهاي تقريبا بنقدر نحكي عنها ماتشور بيكون فيها فور نيوكليوس. بس طبعا الكروماتيدا البار مثل ما احنا اتفقنا لازم تكون بالإماتشور سيست. طيب هلا الانتاميبا هيستوليتيكا التروف طلعوا كيف شكلها، هاي النيوكلياس هاي الكاريوسوم طلعوا كيف عامله انجستشن للار بي سيز. هاي ايضا صوره ثانيه للانتاميبا هيستوليتيكا تروف الستيج تروف، نيوكلياس وكاريوسوم وانجستشن للار بي سيز. طيب شوفوا السيست 1 2 3 4 4 نيوكلياس، هاي السيست تبعت الانتاميبا هيستوليتيكا، تمام؟ شوفوا كيف دائرية في عندها سيل وول، تمام؟ شوفوا أيضا هدول الإماتشور فيهم كروماتيدا البار، فيهم فاكيول، وفي عنا نيوكلياس. طلعوا كيف النيوكلياس، شوفوا لما تصير ماتشور صار عنا فور نيوكلياس سيست موجودة بالسيست. طيب وين بتيجي، وين موقعها هاي الأميبا؟ بحكينا باللور جاسترو انتستينال تراكت كولون والريكتم. شو المرض اللي بتسببه؟ أميبياسس. لا تنسوا أميبا أميبياسس. الترانسميشن فيكال أورال، يعني بتنتقل من الستول أورالي. طب إنه تأكلنا فود أو شربنا ووتر ملوث بالسيست. active trophozoite، الactive trophozoite بنلاقيها وين؟ بال exit only in the host in fresh loose feces، يعني بده يكون دياريا، يعني بده يكون الفيسس تبعه كتير رخو خلينا نحكي. اما السيست بتعيش outside the host، بنقدر نلاقيها بالwater، بنقدر نلاقيها بالsoil، بنقدر نلاقيها بالfood، يعني بنقدر نلاقيها باكثر من مكان. ولكن التروف هي بتعيش بالفريش لوز فيسس، يعني اول ما بتطلع عينة الفيسس وتكون لوز بنلاقي فيها التروف، بعد فتره بتختفي التروف. بينما السيست بتنتقل معنا للانفايرمنت، طبعا يعني بتستهويها الحياه اللي هي فيها مويست كونديشن، اللي هي فيها رطوبه. طيب الباثوجينستي، شو الامراضيه اللي بتسببها؟ هي يعني في مرات بتكون اسيمبتوماتكس، مرات بتعمل سيمبتومز، مثل الاميبيك ديزنتاريا. بنعرف انه الديزنتاريا اللي هي دياريا وذ بلاد، اميبيك ديزنتاريا، اميبيك ليفر ابسس، ممكن تتحوصل بالليفر كمان، هلا بنحكي كيف. بور انتو انتستينال وول تو بلاد اند تو ليفر، هلا بشرح لكم على الصوره كيف هي بتنتقل من الانتستين من الانتستينال لا البلاد، وبعديها بتروح على الليفر وبتعيش حياتها سعيدة متخبية ومبسوطة. السيمبتومز ديزنتاريا، بلادي دياريا، في عنا دياريا يعني بده يكون ووتري دياريا خلينا نحكي، ومعها بلاد. ويت لوس، لأنه عم نفقد إحنا كميات كبيرة من الأكل اللي إحنا بناكله عم بيطلع من جسمنا. فاتيك، طبعا مدام إحنا ما بنستفيد من الأكل رح يكون في عنا تعب، أبدومينال بين، وجع بالبطن.
كيف انا بعمل لها دياجنوسيس ستول اناليسز، نلاحظ في وجود التروفوزويت عفوا التروف والسيست تبعون الانتاميبا هيستوليتيكا، وعن طريق فحص الاليزا والراديو اميونو اساي كمان بيكشف لنا عن وجود هاي الانتاميبا. طيب هلا كيف بتنتقل؟ مثل ما احنا ملاحظين انه هي الانتاميبا وين بتكون موجوده عندنا؟ بالانتستين، بتطلع من الانتستينال وول للبلاد وبتروح على البورتال فين وبتفوت جوات الليفر وبتعيش حياتها سعيدة، وهون بتتحوصل وهون بتسبب مشاكل لأنها متخبية. طيب هذا الجدول كتير لطيف، بميز لنا بين أنواع الأميبا. اتفقنا أنواع الأميبا الإيكولاي، كومنسالز، الإنتاميبا هيستوليتيكا، باثوجين، الإندوليميكس نانا، كومنسال، والأيودوميبا بتشولاي. كومنسال ما بتضرها كمان، يعني إنه ما بتسبب أعراض وهيك. الإيكولاي موتاليتي تبعتها سلجش، يعني غير واضحة، زي السكران هيك مترنحة. خلينا نحكي الإنتاميبا كلها سلجش. الانتاميبا هيستوليتيكا اكتف، بتلاقوها واضحه الانتاميبا هيستوليتيكا. الاندوليميكس نانا سلجش، والايوداميبا بتشولاي سلجش. الافرج سايز بحس يعني كتير صعب انه نميز بينهم بالافرج سايز، بس هاي السايز اللي العلماء اتفقوا عليه وحطوا لنا اياها. بالنسبه للبريزنت اوف الار بي سيز، كل الاغلب ما في، بيكون absent absent absent، ما عدا مين؟ الانتاميبا هيستوليتيكا هي اللي فيها ال ار بي سيز. يعني الانتاميبا كلاي ما بلاحظ وجود الار بي سيز، عفوا الانتاميبا كلاي ما بلاحظ وجود الار بي سيز. الاندوليميكس نانا ما فيها ار بي سيز، الايوداميبا بتشولاي ما فيها ار بي سيز، لكن الانتاميبا هيستوليتيكا بلاقي فيها. يعني الى الان الحركه تبعتها اكتف الانتاميبا هيستوليتيكا، وايضا بنلاقي فيها ار بي سيز. نمبر اوف نيوكلياس كلهم بحاله التروف 111. بالنسبة للكروماتين on a nuclear membrane بالإيكولاي بتكون gross granule with irregular size and distribution. بالإنتاميبا هيستوليتيكا بتكون fine granule، تمام، with equal size and distribution، بينما بالإندوليميكس نانا وبالأيوداميبا بتشولاي مو موجودين الكروماتين. اوكي طيب الكاريوسوم، هاي الكاريوسوم النقطة التفريقية الثانية اللي عن جد نقدر نستفيد منها، انه اللي موجودة هنا تبعت الانتاميبا هيستوليتيكا بتكون small وcentral، بينما الايكولاي big واكسنتريك ما بتيجي بالcentral. الاندوليميكس نانا big وirregular، والايوداميبا بتشولاي اوفيل بتيجي very big، بنلاقيها كتير واضحة. الكاريوسوم يعني بيكون الكاريوسوم شاغل حيز من النواة، تمام. اما بالنسبة للانتاميبا هيستوليتيكا لا، بيكون صغير او جاي على المنتصف. بالنسبة للاندوليميكس نانا كمان بيكون كبير وإرريجولار، ما بتلاقوه يعني دائري كثير. بالنسبة للإيكولاي بيج وإكسنتريك، ما بيجي بالنص. هلأ بنروح للسيست ونميز بينهم. طبعا السايز طلعوا عليهم الأحجام. البريزنس أوف كروماتيدا البار، منلاحظ إنه بالإنتاميبا كلاي منلاحظ إنه عندها كروماتيدا البار مع جاج إند، يعني بتكون حادة. أما بالنسبة للإنتاميبا هيستوليتيكا بتكون راوند إند، دائري زي مدب، خلينا نحكي عنها دائرية. والكروماتيدا البار للإندوليميكس نانا وللأيوداميبا بتشولاي مش موجودين. نمبر أوف نيوكلياس بتوصل بالإيكولاي لـ8، تمام. بالإنتاميبا هيستوليتيكا لـ4، وبالإندوليميكس نانا لـ4، وبالأيوداميبا بتشولاي 1. مسهلة علينا الأيوداميبا بتشولاي. الانتاميبا كلاي طلعوا كيف؟ هاي النيوكلياس مش عاملة انجستشنال ار بي سي مثل ما انتم ملاحظين. هاي النيوكلياس تبعها طلعوا كيف الكاريوسوم، مش زي الانتاميبا هيستوليتيكا بالنص بتيجي، لا جاي اكسنتريك مش بالسنترال، تمام. هاي كمان صورة بتوضح لنا الايكولاي طلعوا، هايها تروف، هاي الطور اسمه التروف، تمام. بتيجي عندنا الكاريوسوم اكسنتريك، هاي النيوكلياس وهاي الكاريوسوم اكسنتريك. طيب الانتاميبا كلاي سيست طلعوا 1 2 3 4 5، عندنا 5 انويه بالانتاميبا كلاي سيست، وشوفوا كيف دائريه.
مرات كتير بتغلبوا بتشخيصها إذا كانت انتميبا كلاي سيست ولا تروف، ولكن إذا المريض جاي وعنده أعراض كتير إحنا بنشخصه على الأغلب إنه انتميبا هيستوليتيكا، يعني لأنه خطر إنه نطلع النتيجة أو إنه نستشير حدا أخص مختص أكثر. انتميبا كلاي سيست شوفوا كيف، واحدة تنتين تلات أربعة خمسة ستة، فيها ست أنوية. اندوليمكس نانا لتروف، شوفوا الاندوليمكس نانا لتروف، طلعوا النيوكلياس وطلعوا الكاريوسوم تبعها كيف بيج وإرريجولار. شوفوا الايودوميبا بتشولاي بتتميز انه فيها جلايكوجين ماس ولارج كاريوسوم، طلعوا الكاريوسوم تبعها، طلعوا شاغل كل النواة وفي عندها جلايكوجين ماس، شايفين هيك زي فجوة عندها زي فاكيول، طلعوا جلايكوجين ماس او بيج كاريوسوم. هاي الايودوميبا بتشولاي، هون كنا نحكي عن اي طور سيست، ايودوميبا بتشولاي سيست. طيب الايودوميبا بتشولاي سيست برضه طلعوا كيف الكاريوسوم كبير وفيها جلايكوجين ماس. وبهيك بنكون خلصنا فيديو تبع البروتوزوا، بتمنى انه ينال اعجابكم وبتمنى تكونوا استمتعتوا ويكون سهل وبسيط، واي اسئله بتمنى تكتبوا لي اياها في الكومنت، وموفقين ان شاء الله ويعطيكم الف عافيه.